وان يعني ما عندناش خيار. هي اهم الشيء الاخر كله مهم، ولكن السياسه هي اللي كتقرر، هي اللي كتقرر. يعني هذاك اللي غادي يجي الا ما حشمش راه غدا تلقاو العلاقات الرضائيه في البرامج التعليميه ديال ولادكم. درس بالمناسبة راه كاين في فرنسا نزاع وخلاف حول الميكاب هو والمكياج، وقيلا ياك الميكاب هو المكياج اون غرو شي حاجة بحال هكذا. المهم الميكاب للولاد بحال البنات، هذا درس داروه اليوم، وراه كاين ضجة الآن مع المدرسة اللي دارت هذا الشيء ولا الميكاب. أنا اللي باقي اللي هو الميكاب ولي بارون تيتسالوا شنو هاد الشيء وما عجبهمش الحال. بلا ما نهضروا على انه واحد المعلم في واحد الباديه في ايرلندا جاو البوليس شدوا لانه اعترض على تغيير جنسي طفل، يعني من ذكر الى انثى او من انثى الى ذكر. والناس كيوخذوا عليهم تيقول لهم العار عليكم الشيم اون يو الى اخره. ومع ذلك السياسه هي كل شيء، السياسة هي كل شيء. وحنا قررنا باش نجيو للسياسة، هذا راه واحد العمل. نعم صحيح كيبان فيه يعني امتيازات وكيبان فيه يعني أمور، ولكن راه عنده ثمن، راه عنده ثمن. وعلى كل حال نمشيو والراحة والبقاء يعني في البيت انتي، وحتى هذه كيف قلنا ماشي مضمونة. فهاد الشيء هذا اللي اخترتيه فهمتي ولا باش تمشيو فيه، انا ما ندخلش معكم في التفاصيل. كاين واحد العدد ديال القضايا كبيره فهمتي ولا